والآن إلى صفحة متفرقات سريعة. أكثر من 4000 شخص متنكرين بزاي سانتا شاركوا بسباق خيري بفرنسا لجمع الأموال للأطفال المحتاجين ببلدان العالم الثالث. هالسباق تقليدي وبصير كل سنة بموسم الأعياد يلي خلاله الناس بحبوا أنهم يعملوا خير مع الغير. عدد كبير من الكلاب بالعاصمة ليما تزينت لعيد الميلاد وشاركت بموكب احتفالي ومسابقة لاختيار أجمل زي بيناتهم يلي كانت معظمة للغزلان والأقزام وبابا نويل. النشاط بيهدف بالأساس لتشجيع الناس على اقتناء الحيوانات الأليفة والشعور بالمسؤولية تجاهها. أول إطلالة لدوقة كامبريدج زوجة الأمير ويليام كاثرين المعروفة أيضا بكيت من بعد خروجها من المستشفى ومعالجتها من الغثيان يلي بيسببوا الحمل، كانت لتقديم جائزة مميزة للبطل بالركوب على الدراجة الهوائية برادلي ويجنز، وهو البريطاني الأول يلي فاز بالتور دو فرانس وحاز على ميدالية ذهبية بالألعاب الأولمبية. كيت وراء الكواليس التقت بعدد من الضيوف والرياضيين. فيلم ذا هوبت عمل مفاجأة كبيرة وسجل أرقام قياسية بشبابيك التذاكر بما أنه عدد هائل من الناس كانوا ناطرين انطلاقته. هالفيلم من إخراج بيتر جاكسون يلي سبق وأخرج ثلاثية The Lord of the Rings وهو أول جزء من سلسلة ثلاث أفلام كمان.